الإجراءات التي أعتمدها للمطالبة بالحق ومن الحق نفسه. يجوز عند الحنفية، يجوز عندهم أن يتفق الطرفان على إذا مضت مدة من الزمن تسقط الإجراءات أو الدعوى في مطالبة بالحقوق، وهذا موجود وشائع في كثير من قوانين الدنيا. ولكن الجمهور يقول لا، على أساس التلازم بين الوسيلة والمقصد، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنظرية الحنفية نظرية قوية في الحقيقة، لأنها تأخذ بالظن ولا تترك الفرصة للتساهل وللرعونة عند الناس. الذي له الحق لا يمكن أن يتركه 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، فهذا خاصة. لكن نقول أن الحقوق لا تتساقط، فبالتالي ومن ثم يمكن تسقط الدعاوى، ولكن إذا استطعت أن أثبت حقي بأي وسيلة أخرى فهذا يجوز. إذا كنت قد نهي كل شيء ممنوع أي وسيلة فهذا يدل تلقائيا على إسقاط حق، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا الوديعة تؤخذ من التركتين. متى تؤخذ من التركة؟ في حالة عدم وصية بها. ففي هاتان الحالتان إذا انتفتا يمكن للمودع أن يأخذ من التركة، العلاقة هنا علاقة صارت علاقة ياش، لأنها علاقة دين، لأنها علاقة دين إلا لعشرة أعوام، فحينئذ لا تؤخذ من تركته إذا لم توجد ولم يوصي بها. إن لم تكن إذا لم تكن هذه الوديعة قد تم إيداعها ببينة توثق، إلا ببينة نسميها البينة الخاصة، البينة الخاصة وليس البينة العامة. البينة العامة أنني ألجأ إلى كل وسيلة، إلى كل دليل على أمر يهمني، لكن لما أقول البينة الخاصة هو التوثيق الخاص الذي قصدناه نحن الطرفين، قصدناه وبيناه ويعني أنشأناها واستحدثناها عند التعاقد باعتبارها وثيقة بينة على هذا. فحينئذ إن أودعت ببينة أخذت من تركته مطلقة حتى ولو زاد الزمن على 10 سنوات، فقط العبرة ب10 سنوات في حالة انعدام البينة الخاصة. وإذا لم تنعدم، وهذا قريب، أنا لم أتأمل في الموضوع، هذا قريب من الحنفية في بعض الأمور، لكن سأتأمل فيها. يبدو لي أن هذا كثير في الوديعة، ربما نكتفي ننتقل إلى موضوع آخر نشوف ماذا فيها. المهم أنكم تأخذون تكتفي بالوديعة، هذا أهم أحكامها، والباقي يعني أمر عين، هذه أهم واجباتها فقط للتمثيل وللفهم بأن متى يحصل الضمان، ونقيس عليه المسائل المعاصرة من خلال القياس الفرعي. الحمل الفرعي هو أيضا مفيد ولكنه ضعيف، لا نعتمد عليه دائما. ننتقل إلى باب آخر اسمه الإعارة. الإعارة لأن الوقت يداهمنا، صعب أنه كل باب له حقه الكافي، صعب جدا للأسف. هذا من متلهمات هذا نظام التعليم، أنا للأسف الشديد. طيب، قال باب في الإعارة وأحكامها. الإعارة بعد تحدثنا عن الوديعة والآن نتحدث عن العارية، لا شك أن بينهما مناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ أن كلاهما مندوب،
إذن الوديعة تبرع في أصلها، الوديعة تبرع في أصلها، وقد تصير إجارة عمل في حالة كانت الوديعة بمقابل، وقد تصير كراء في حالة أنني أكريت لك مكانا لحفظ الوديعة، فقد يكون فيه الوكالة، وقد يكون فيه الإجارة، وقد يكون فيه الكراء على حسب الأحوال كما مر سابقا. إذن الإعارة هي من باب التبرعات، التبرعات عندما نقول التبرعات هذه التبرعات لها خصائص. الخصيصة الأولى هي أن التبرع هو الأصل فيه أنه من دون وهو ما يسمى بالتعبير المعاصر النشاط غير الربحي، النشاط غير الربحي اسم هذا التبرع. ومن خصائصه أن الغرر لا يؤثر في التبرعات، يعني يجوز يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في غيرها في الغرر، وأن التبرعات ليست قابلة للاسترباح، ممنوع في الشريعة أن يحصل على ربح بسبب تبرعات، ممنوع التبرع يكون وسيلة للتربح، ممنوع يكون وسيلة، لكن التبرع فيه معاوضة أحيانا. في معاوضة مثل القرض ومعاوضة المعاوضة مثلية تعطيك 1000 درهم وتعطي 1000 درهم هو معاوضة، أيضا هبة الثواب تأخذ أحكام المعاوضات في مجملها ولكنها هي أيضا متأثرة بالتبرعات وهكذا. فإذا الإعارة تمليك منفعة، تمليك، إذا عندنا عقود تمليكات وعندنا عقود توثيقات. إذن التبرعات في أصلها هي عقود ياش تمليك. ما معنى تمليك؟ يعني الملكية تنتقل من وإلى، تنتقل من المتبرع إلى المتبرع إليه. نقول تمليك ما معنى ملك؟ يعني الملكية تنتقل، ولهذا فقهاؤنا قالوا الملكية لا تحتمل الفراغ، الملكية لا تحتمل الفراغ، فضروري من وجود مال شيء له مالك إلا في حالة خاصة جدا، لكن الأصل أن كل شيء نوع يعني لا ينبغي أن نكون في وقت لا ندري من المالك، لا يمكن. وأهم شيء ولهذا العلماء وضعوا معيارين للتبلغ، معيار الإفلاس ومعيار الوفاء. فإذا حصل ارتباك وقلق وتشويش واضطراب في من المالك الحقيقي وهل الملك ينتقل أم لم ينتقل، قل في حالة مات فلان من حكم، في حالة أنه أفلس من حكم، حينئذ يظهر من المالك حقيقة، من المالك، خاصة في ظل القوانين الوضعية التي تزيد من الارتباك في بعض المسائل لا ندري من المالك الحقيقي، خاصة القانون يهتم بالأمور الشكلية، فهذا في غاية تمليك من تمليكه، تمليك ماذا؟ منفعة. إذا إذا قلنا تمليك منفعة، ما الذي يخرج؟ ما الذي يحترز به من هذا التعريف؟ تمليك الرقبة، تمليك العين، تمليك العين الذي يقابل المنفعة، لأن المنفعة دائما مضافة إلى عينها، المنفعة غير مستقلة لذاتها. المنفعة هي مضافة إلى غيرها، فإذا هي تمليك منفعة، تمليك منفعة. إذا العنصر الأول تمليك، ما قلت لك إذا انتهت العلاقة، الشيخ أنا أصبح مالك وأصبحت الزكاة لا أزكي، إذا كان المدبر في الزكاة تمليك. هذا العنصر الثاني تمليك ماذا؟ تمليك منفعة، هذا المعقود عليه. ولكن تمليك دائما تمليك مؤقت، وقال تمليك منفعة مؤقتة، تمليك منفعة مؤقتة، هنا تشتبه مع العمرة، تشتبه مع الوقف المؤقت عند المالكية، فقال هو تمليك منفعة مؤقتة، مؤقتة نص على التوقيت، يا إما بسبب العرف يا إما بسبب التنصيص عليه في العقد.
قال تمليك منفعه مؤقته بلا عوض. بلا عوض، ما الذي يخرج؟ اجاره. الاجاره، اجاره المنفعه، اجاره دائما تكون في النافع. فاذا قلنا تمليك منفعه مؤقته بعوض صار التعريف تعريف اجاره، واذا قلنا تمليك منفعه مؤقته بلا عوض لأن كل عقد تبرعي إلا وله ما يقارنه من المعاوضة. الإنسان لأن الطائر يطير بجناحين، جناح المعاوضات وجناح التبرعات، والاقتصاد لا يمكن أن يسير إلا بجناحين، جناح المعاوضات وجناح التبرعات، لأن التبرع هو إعادة التوزيع وزيادة في المعاوضة، لأن أهم وسيلة للغنى التبرع. لماذا؟ لأنه هو يعيد هو المقصد القوي لكي لا يكون دولة من الأغنياء منكم. ولكن إذا حصل تبرع فما الذي يستفيد من المتبرع إليه؟ أين سيستخدم مال؟ في المعاوضات. إذا ما الذي ينتفع مآلا؟ وحقيقة هم المتبرعون، هم المتبرعون. فهذه مهم جدا، وهذا هو الاقتصاد الاسلامي. الاقتصاد الغربي مبني على الربحيه، كل شيء في الوجود ينظرون اليه عمله، ماذا يمثل من الدولار وما يمثل من اليورو وما يمثل كذا. حتى الرجال والنساء، انه المراه سلعه، فاذا وصلت الى سن معين فبالتالي تكون مستهلكه غير مقبوله. فهذا أمر في غاية الأهمية، هذا مما يبين خاصته أننا نتبرع لله، لأن المتاجر في معاوضة هو معاوضة دنيوية نتاجر في الدنيا، أما التبرعات التي استحضرنا الله عز وجل فيها الأجر والثواب، وإذا انتقلت من معاوضة دنيوية إلى معاوضة أرقى، بدأت أتاجر مع الله، هذا مهم، هذا المعنى مهم، المتاجرة مع البشر مقبولة. ومتداولة، ولكن عبرة أنك تتاجر أمن هو خالق مع أن خالق البشر يقول الله، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، تجارة مع الله هو الاستراتيجية الحقيقية. أما المتاجر مع الدنيا بالمناسبة هذه كلها أسباب، الله عز وجل هو الرزاق. هذه المعاني العقدية نفتقدها في واقعنا، وهي الأصل، وهي الأصل. تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، هنا يخرج الإجارة، وهي مندوبة، وهي مندوبة. لما نقول هي مندوبة هنا نتحدث عن الأصل، الأصل أنها مندوبة، ولكن إذا هل يمكن الخروج عن الأصل؟ نعم، كما قلنا في القرض، الأصل أنه مندوب ولكن قد يصير واجبا، كما قلنا في الوديعة أنها مندوب قد تصير واجبة. إذن اعتبار الحالات يؤدي إلى استحضار الأحكام الخمسة. فيقول وهي مندوبة، هي مندوبة، طبعا مندوبة باعتبار الجزء وليس باعتبار الكل، فقد تأتي ظروف، هذا من فروض الكفاية، تأتي ظروف فالناس ملزمون بهذا. المندوب مندوب بالجزء ولكنه يصير واجبا بالكل. عندما ننظر نظرة فرد مندوبة، عندما ننظر نظرة المجتمع يصير التبرع واجبا، لأنه إذا قام به البعض سقط، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع، أثم الجميع. هذا مهم. وهي مندوبة. ثم قال العارية، العارية طبعا للتشديد، العارية، قال والعارية المعار، اعتبار للمصدر، العارية المعار، الشيء الذي أعطيناه، الذي ملكناه. ما هو الشيء الذي ملكناه؟ هذا الشيء الذي ملكناه هو الشيء الذي ملكنا منفعته، ملكنا منفعته، الشيء الذي ملكنا منفعته. مثل الوقف، عندما مثلا أوقف هذا الهاتف،
هل موقوف هو الهاتف ولا منفعة الهاتف؟ منفعة الهاتف هذا الموقوف هو منفعة، ولهذا هو تسمين المنفعة، تحبيس الأصل وتسمين المنفعة. هذا غير كنحبسوا باعتبار المنفعة متعلقة به، حتى لا يلتبس عليكم الأمر. وركنها ركن ماذا؟ ركن العارية. ركنها فإنما يعبر بالفرد، لكن هي الأركان، هي أركان جمع. وركنها من هو الأعمال الأركان؟ المعير المستعير والمستعير المستعار والشيء المستعار الذي به تتحقق المنفعة إضافة إلى الصيغة، إضافة إلى الصيغة. فقال وركنها معير. من هو المعير؟ هو المالك للمنفعة، هو المعير. إن هذا هو الطرف الأول، إذا قلنا أركانها معير ومستعير هذا يعبر عليه بالطرفان، طرفان متعاقدان. وأهم حاجة في المتعاقدين أن التغاير بين الطرفين، كل واحد هذا زيد هذا عمرو، باش ما يجيش موسى الحاج والحاج موسى، لا سيكون الحاج موسى والحاج عمر. إذا قلت لي حاج موسى، موسى الحاج ما دايزاش، الإنسان لا يتعاقد مع نفسه، ها؟ لا يتعاقد مع نفسه. فإذا يقول ومعير وهو مالك المنفعة، مالك المنفعة. هل هذا يعني أن المالك لمنفعة المعير هل يملك المنفعة وحدها أم يملك الذات والمنفعة؟ منفعة. العبارة وقال وهو مالك المنفعة، لم يقل مالك العين ومنفعة، وقال مالك المنفعة. قد يكون هو مالك فعلا للعين، وقد يكون فقط هو مالك لمنفعة. من الذي يملك المنفعة؟ شخصان، من هما؟ إيه هو المستعير والمستأجر. المالك المنفعة من؟ المستعير والمستأجر، وهذا يشملهما. فإذا يقول المعير وهو مالك المنفعة، إذن قد يكون صاحب عين، وقد يكون مستعيرا، وقد يكون مستأجرا. واضح شيء؟ وهو مالك منفعة إلى حجر، هذا شروط عامة معروفة، الإنسان يكون غير محجور عليه، فلا يكون صبيا ولا سفيها ولا رقيقا إلى آخره. ثم قال وإن بإعارة، هي وجودها، شفتم؟ وإن كان يملكها على سبيل الإعارة، على سبيل الإعارة. قال وإن بإعارة أو إجارة، هي وإن بإعارة أو إجارة. قال ومستعير، مستعير هو الذي أعطينا له المنفعة أو الذي ملكناه المنفعة. قال مستعير، من هو المستعير؟ قال هو من تأهل. من تأهل من هو؟ الذي تتوفر فيه الأهلية، أهلية الأداء، أهلية هي أهلية الأداء ولا أهلية الوجود؟ هذا مما يجتمع فيه الأهليتان، أهلية الأداء إذا كان مستعيرا ويريد أيضا أن يقدم أهل غيره، هذا لا بد من وجود أهل. ولكن الأصل أن المتبرع إليه قد لا تكون في دائما أهلية الوجوب كاملة، تكون في أهلية الوجوب ناقصة في التبرعات، الهبة المعلقة للجنين في بطن أمه، الوقف في المستقبل، في هذا. قال ومستعير وهو من تأهل، أي له أهلية التبرع، مش تبرعه، له أهلية التبرع عليه. إذا قلنا التبرع عليه نتحدث عن أهلية الأداء ولا أهلية الوجوب؟ أهلية الوجوب، أهلية الوجوب يعني التلقي، أهلية الأداء يعني الإعطاء. واضح؟
فرق بين أهلية الوجوب مناطها الحياة، الإنسان يكون حي، حي ناقص أو كامل. وأهلية الأداء مناطها ماذا؟ جوجو عقل، واضح؟ فإذا يقول مستعين وهو من تأهل للتبرع عليه. جمع النماذج والأمثلة درء للالتباس. قال لا مسلمون، لا مسلمون أو مصحف. لما نقول مصحف الفقه عموما يقاس عليها كتب الأحاديث لحرمة كلاهما وحي ولحرمتهما. لا مسلمون أو مصحف نعيره لمن؟ لكافر. قال لا مسلمون أو مصحف لكافر. لمن؟ هل بكونه كافرا؟ لا، لأن العلماء أجمعوا على جواز التبرع لغير المسلمين، واختلفوا في قضايا في باب الوقف مثلا وفي غيره. لكن العلة ليس العلة هنا بكونه كافرا على الإطلاق، وإنما العلة بكونه كافرا فيما له علاقة بكفره. فيقول مثلا يجوز لي أن أعير له مثلا هاتفا، هذا لا يشكل هو غير مسلم، ولكن هو يقول لا مسلم أو مصحف لكافر. ولكن لماذا قال مسلم؟ هل لا يجوز للمسلمين أن يشتغل عند غير المسلم؟ يجوز إجارة، لكن انتبهوا، طبعا هذا غير الحنفي، الحنفي يجيزون. قل لا مسلم، لا مسلم يعار، يكون محل إعارة لغير المسلم للكافر، أو يعطى له مصحف أو كتب حديث لكافر. ما هي العلة؟ لأن الكافر ليس أهلا لأن يتبرع له بهذا، فيه واحد القدر من الحرمة بما يعينه على كفره أو بما فيه قدسية هو لا يؤمن بها، هو لا يؤمن بالشيء المعار أو بالإنسان المسلم يؤمن به باعتباره مسلما، ولا يؤمن بالمصحف باعتباره مصحفا. هي هذه مهمة، ولكن يمكن أن يعير إليه بما لا فيه هذا، فلا إشكال. إذا لكافر نفس العلة، نفس العلة أنه لا يجوز الإعارة، مثلا سلاح، إعارة سلاح لمن؟ للذي يحاربني، حربي. عندنا فيه أهل الأمان وأهل الذمة، مستأمن وفيه المستأمن وفيه الذمي وفيه أهل العهد وفيه الحربي الذي يناصبني العداء وداخل معي في حرب، مثل إسرائيل أو نقول دولة الصهيونية، الحرب قائم. فهذا لا يجوز. مثلا الآن عندنا في المغرب للأسف وفي خاصة عند الجالية أنه كثير من الطمور تأتي من أرض فلسطين، وإسرائيل تدخل فيها ملايين وتقتل بها المسلمين. إسرائيل لا تقتل فقط الفلسطينيين، هي من أسباب الدمار في كل شيء. يعني زوج أسباب دمار، إسرائيل والشيعة، إسرائيل ومن معه والشيعة ومن معه، أهل السنة مساكين دراويش. نقول مثلا في سريلانكا داعش، أنا صنع مقارنة، إن بدأ الناس يتعاطفون، بعض العوام في الغرب بدأ يتعاطفون مع حادث نيوزيلندا، فطبيعي يفكرون بتقليل هذا التعاطف، فيعملوها في دولة أخرى، قالوا أين المخابرة كانت تعملوها في دولة ليست هذه شيء، حتى هذا إشكال. إذن قال لا مسلم أو مصحف لكافر.
ومستعار هذا هو ركن كم؟ ثالث. ركن ثالث مستعار. لعلة بكونه كافرا وعلة الكفر لها علاقة بالشيء المعار. الشيء المعار هنا ايش؟ المسلم باعتباره مسلما، والمصحف باعتباره مصحفا، والحديث باعتباره حديث، بمعنى انه اذا انتفت هذه العلة المتقابلة في وصفيها لا اشكال. ومستعار، شنو هو المستعار؟ وهو ذو منفعة مباحة، مباحة شرعا. وهو ذو منفعة، إذا لا ما تستعر شي حاجة لا منفعة فيها. ذو منفعة، هذه المنفعة كونها ماذا؟ مباحة. إذا استعرت شيئا وهو غير قابل للانتفاع فهذا لا نكون أمام عقد إعارة. إذا الإعارة مثل يكون منفعة، منفعة موجودة، أنا مكتوب هذا، قد هذا يوقع في أكل أموال الناس بالباطل. أو قد يكون ذلك والله أعلم، قد يكون ذلك على سبيل العرض فقط. أنا أعرض بك الهاتف رغم أنه لا يصلح. مثلا مكسور. ولكن قلت لك أنا أظهره للناس من أجل العرض، لأن عندي هاتف، فهذا ما أراد مثل هذا يجوز. مثل إجارة الفقه. يجوز أن تستأجر شيئا غير قابل للانتفاع به، ولكن استأجرته من أجل عرضه. لا، أيضا القوانين قالت هذا وهو واصل، لا وهو دفع من وجه، هو المنفعة في النهاية من وجه. أيوة، مستعار وهو ذو منفعة مباحة. مع بقاء عينه، هذا شرط، هذا شرط، بمعنى أنه لا بد من التلازم بين العين ومنفعته. لا بد عند الانتفاع يبقى العين، يبقى العين، يبقى العين مع بقاء عينه، لأن الإعارة تمليك منفعة مؤقتة، بمعنى أنني أعطي لك عينا تنتفع به ثم ترده إليه. فإذا أعطيتك شيئا عينا يستهلك فيسمى، لأن التعبير المعاصر عندنا الأموال نوعاً، أموال استهلاكية وأموال استعمالية. أموال ماذا؟ استهلاكية، تنتفع بها وتستهلك مثل الطعام وكذا. ولكن عندنا أموال استعمالية أستعملها مع بقاء عينها. الإعارة تكون في النوع الثاني من أموال استعمالية. باب منظر مزاج، علاش؟ ما فهمتيش ولا ما جلد صعيب؟ ما ركزتيش؟ قول اعوذ بالله باش تهضر فيه. ركزي ركزي ركزي. العلم راه فيه لذة. لو علم الملوك بلذة أهل العلم لقاتلوهم عليها كما قال. ما فيش كون الكوت لذة العلم لذة وحيد، حتى الناس كان العلماء على حافة الموت وكانوا يبحثون ويسألون. إذا قيل لهم ولما؟ قالوا خلاص أنتم بتموتون كذا. قال هل نلقى الله عز وجل أفضل نحن عالمون بالمسألة أم لسنا عالمين؟ هذا هو العقل ما صنع إلا بالعلم تعالى أساسا. قال لا مسلم ومستعار وهو ذو منفعة مباحة مع بقاء عينه. لا وهو ذو منفعة مباحة لا جارية، طبعا الحديث دائما جارية عن الأمر، ربما كأنها نقول كأنها هي الزواج العرفي بدون توثيق مفهوم. طبعا التوثيق هو للمصلحة، التوثيق هو للحقوق للمصلحة، ولكن في تعقيدات كثيرة مجتمعية، فغالب الناس يعني الذين يتعددون لا يوثقون عقودهم، فيهم في عدد خاصة من أصحاب اللحى
لماذا؟ عندهم هذا المشكل، وهذا في أمور ما ينبغي. ومستعار وهو ذو منفعة مباحة، وبمناسبة التعدد ليس مصلحة للرجل في الأصل فقط، تعدد مش مصلحة للرجل وحده، كما هو مصلحة إذا تأملتم في أسبابها فوجدتم أن المصلحة للمرأة، مصلحة للمرأة، مصلحة للمرأة سابقا وحاضرا ولاحقا، بينما مصلحة للرجل فقط حاضرة. فهذا في غاية الأهمية. احنا عندنا في المغرب عندنا عدد النساء في فقور الرجال بأكثر من تقريبا مليونين، ما في 16 مليون و 400 ألف امرأة، بينما الرجال 14 مليون و 600 ألف. شنو غادي اش اللي عطانا؟ الرجال كاين اللي كيموت، هذا من علامات الساعة، من قرب الساعة. انه سيظهر للنساء يعني شجره، وكتب لهم الشجره تظهر بانها كانها رجل، والقيام وغادي العيالات غادي يمشيو يجريو على ديك الشجره كيسحبهم راجل لقله الرجال. هذا في من ما توصل ما تخافوش زي بعيد يطمئن. فاحد الطلبه قال نظر إلي قال متى يأتي هذا اليوم؟ أراد أن يتمثل له الشجرة يعني. قال متى يأتي هذا اليوم؟ ويقول ذلك بحرقة يعني يتمناه. إذا هو مستعار وهو ذو منفعة مباحة مع بقاء عينه لا جارية للاستمتاع بها. هذا هذا يجوز، لان قلنا منفعه مباحه شرعا، وهذا ليس من المنفعه، لان لا يجوز اعاره الفروج من الناحيه الشرعيه. والعين لا جاريه، والعين والطعام ايضا هذا ليس من مجالر الاعاره. قلنا الاعاره تكون فيه فيما يصلح وفي فيما يبقى عينه، عينه المنفعة عينها، ولكن العين ما معنى العين؟ يعني الذهب والفضة والنقود المتداول نسميها عين. قال والعين والطعام، هذا قال هذا قرض وليس عارية. إن أعطيتك ذهبا أو فضة نقودا نقود فهذا قرض، وإن أعطيتك طعاما وكذا الشراب فهذا لا يعتبر، علاش؟ إنه هذا يستهلك ولا يبقى، هذا مال مثلي، مال مثلي على حين مال مثلي ممكن يبقى هو قائم، ليس العبرة أنه مال مثلي فقط. فإذا العين والطعام هو قرض حتى وإن أعطيت ذلك على سبيل العارية. أنا قلت لك يا سليم أنا أعير لك هذا القمح مدة من الزمن، فهذا قرض لأنه يمكن أن يستهلكه، لكن هو يرد مثله. يقال والعين والطعام قرض. إذن هذا أراد أن يؤكد على أن المعيار الأساسي في العارية، وهذه المعايير الأساس هي التي بها يفترق الحكم عن الآخر، هي علم الفروق. الفروق معظمها تؤخذ من التعاريف، الفروق الأصلية تؤخذ، فمن فقه التعاريف فقه الأحكام. تعريف مهم جدا، ولهذا العلماء يبدون بالتعاريف، خصك تفهم التعريف مزيان، تمليك
من ساعة مؤقتة يعني مستعار يعني في استعمال مال مستعمل استعمال وليس مال استهلاك. ثم قال وما يدل عليها، هذا الركن الرابع هو الصيغة، هذا الركن الرابع ايش الصيغة ما يدل عليها. الفقه الفقه المالكي من اوسع الفقه من المذهب المالكي من اوسع المذاهب في الصيغة، من اوسع المذاهب في الصيغة. بعض العلماء يتشددون في الصيغة، احنا تشددنا فيها في باب الزواج وفي باب الأسرة، لكن في باب المعاملات لماذا؟ لان اعتمدنا العرف كثيرا، بالتالي ما يدل عليها اي بصيغة لفظية كأعرتك أو يعني بإشارة أو بالمناولة التصرف الفعل، أعطيتك شيئا ناولتك إياه. قال وجاز أعني بغلامك لأعينك وهي إجارة. يا سلام عجيب. قال وجاز أعني، وجاز أن يقول الإنسان، أن يقول زيد أعني بغلامك، أعطيني الخادم اللي عندك الله يخليك غادي يعاوني في الدار هذا النهار يوم الجمعة 25 من شهر 4. وشنو هو؟ لأعينك وأنا غدا يوم السبت أو يوم الأحد أو اليوم من الأيام سأرسل لك خادمي، سأرسل لك غلام يعينك. هذا تبادل منفعة، منفعة مقابل منفعة. قال وهي إجارة ليست إعارة. لماذا؟ لأننا دخلنا على التبادل وقصدنا المعاوضة، أنا أعطيتك وأنت أعطيتني، ما دام أعطيتك وأعطيتني ودخلنا على هذا الأساس ولو كان بصيغة الإعارة فهي تأخذ أحكام الإجارة. أوه عجيبة، هذه عجيبة فعلا، لها فوائد كثيرة من الناحية المالية والاقتصادية، لأن الله عز وجل خلق كل إنسان إلا وعنده شيء. انتبهوا، الله عز وجل خلق، شوف أي واحد إلا وعنده شيء يملكه من الأعيان والمنافع. المهم كيف نستخدم ما أملك، هو هذا الإشكال. الناس بعض الناس يظنون بأنه إذا لم يأخذ هذه الوظيفة مات، وأنا ما علمت أحد من أصدقائي خرج من وظيفة إلى وظيفة أخرى إلا وفتح الله عليه. الناس هكذا يتخيلون، الناس يتخيلون كقول لا إذا خرجت خرجت ماشي شنو توالو لا شيء، ما عندك والو، كل شيء راه مسير وزيد واخا بغيت تسالي تخدم أنا ما بغاش يخليك ما يخليكش. فرفض أمر الله، استعمار الكون، استخلاف معمول يجيب الكسل، مبدأ قوي وعقيدة كبير جدا. فهذه عجيبة، وجاز أعني بغلامك لأعينك وهي إجارة، وهذه منفعة مقابل المنفعة. هذا من دقائق الفقه، هل الربا تكون في المنافع وهل الغرر يكون في المنافع؟ وأنت أعطيتك منفعة مقابل منفعة، وقال شوف ليعينك وهي إجارة، خلها على الإطلاق بمعنى أنني أنا أعدتك بغلامي وهو مثلا يقوم بالسباقة، وأنت أعدتني بشخص يدرس أولادي، المنفعة هنا مقابل منفعة. فإذا كانت منفعة مقابل منفعة واحدة، هل هذا حلال ولا حرام؟ هل فيه ربا؟ عجيب الربا، لا نتخيلها في التنزيل، غريبة، هذه خطيرة. ولكن ما حكم قلت لك أنا أستأجر منك هاتفا
وهذا ما يسمى إجارة للمؤجر. استأجرت منك وأجرت لك الشيء نفسه. مثلا يسمى الإجارة للمؤجر المالي. الفقه الإسلامي في مسألة يسمى الإجارة للمؤجر. دروا مركز معايا ولا لا؟ الإجارة للمؤجر المالي. أنا استأجرت منك سيارة لمدة شهر، وبعد 15 يوم أتيت إلي وقلت لي أنا أريد سيارتي. أنا قلت لا، أنا أجرت منك شهر، هذا حقي ولا لا حقي؟ قال لي ما رأيك أن أستأجرها منك لمدة كم؟ 15 يوم، هي التي أملكها، يجوز، ولكن ما هي الشروط؟ تعجيل الأجرة. تعجيل لماذا عجلنا الأجرة؟ حتى لا نقع في الربا. هذا إذا اعتبرنا ما يترتب على الإجارة دينا. تعجيل الأجرة هذا الشرط. ولكن لما قال له أنا أعني بغلامك وأنا أعينك بغلامي، منفعة مقابل منفعة، وما فيش تعجيل. أنا أعينك اليوم وأنت تعينني غدا. ناقصكم لمدة أسبوع لا تأكلون البصارة. مكلة في سبوك ولا لالا فاطمة ولا شاروخان ولا اقصد وتشد ودير البريز مع سيدي ربي، دير مع البريز باش تفهموا هذه المسائل، هذه راه من دقائق الفقه. طيب، قال وجاز اعني بغلامك ليعينك وهي اجاره. وهذه كتحنا الى قاعده معروفه، اهل العبره بالمعاني ولا بالالفاظ والمباني، هو المعنى حتى ولو كان ذلك على سبيل الإعارة. صحيح ما ورد عن الحنابلة، لكن الحنابلة لا مذهب لهم، أنا لم أؤمن بأن للحنابلة مذهبا أبدا في حياتي، وكل ما ازددت تعلما إلا وأزددت هذا، لا مقياس لا ضابط عين، كل ما أقول مما لا يخص من المالي، كما قلت لكم هذا، لا يوجد قول في مذهب الحنابلة إلا ويوجد في مذهب المالي، قولا واحدا. فيه هو المذهب الاساس المذهب الحنفي والمالكي، المذهب الشافعي هو تمرد عن المذهبين بسبب انه قدم قواعد الاصول واراد ان تتسق كل قاعده مع حكم الفقه، ولم ينجح في ذلك الامام الشافعي رحمه الله. ولم ينجح غيره اللي هو يقرا الفقه، قال المذهب الحنفي والمذهب المالكي. وكل ما ورد في الشافعية يا إما هو من الحنفية أو هو من المالكي أو هو تدفيق أو هو الفيق، ولكنه مغلف بقاعدة أصولية. لكن مذهب الشافعية عملوا عليه واشتغلوا فيه علماء كبار وأظهروه في شكل قوي ومهم، لكن الحقيقة تبقى الحقيقة، هذا ليس تعصب اليوم. نعم، وبالمناسبة لم يثبت أن مالكيا خرج من مالكيته ولا حنفي خرج من حنفيته إلا نادرا. الذي ثبت ماذا؟ أن الذين كانوا في الشافعية عدد منهم خرجوا إلى مذهب آخر خاصة المالكي. ما كانش ما حصلتش مع الأخر. نعم سيدي. ابن تما شي همزة. وجاز أعني بغلامك ليعينك وهي إجارة. جميل. قال وضمين ما يغاب عليه. هذه مسألة أخرى في العارية. وضمين من؟ المستعير.
وضمينان، ولكن الأصل يد المستعير يد ضمان ولا يد الأمانة؟ يد أمانة. ويد المستأجر يده يد أمانة ولا يد ضمان؟ لا، المستأجر يده أمانة أيضا، إلا إذا قصر وفرد فأعطيت بهاتف. ويد المودع لديه يده يد ضمان ولا يد أمانة؟ يده يد. وصفة الأمانة مهمة، ولكن متى يضمن؟ قلنا متى يضمن المودع لديه؟ وذكرنا مجيبا. الآن ذكر في الاستعارة متى يضمن؟ قال ويضمن ما يغاب، وضمينا ما يغاب عليه. إن عندنا الشيء المعار إما أن يكون حاضرا أو غائبا، أو مما يقبل نقله ليكون غائبا، أو مما لا، الأصل أنه لا ينقل فيكون دائما لا يغاب. فقال وضمينا ما يغاب عليه، المنقولات التي يمكن نقلها بسهولة. قال وضمن ما يغاب عليه مثل الثياب والحلي، فإن ادعى تلف والضياع والهلك للشيء هذا فهو يضمن، إلا لبينة، فهذا البينة دائما تراعى. قال ولو شرط نفيه، حتى ولو شرط نفيه على الأرجح، بمعنى أنه إن شرط نفيه الأصل أفاء، هذا قول قوي داخل، قيل شهره بعض العلم، ولما تفكر في هذا، لكن الأصل أنه لو شرط نفيه يعني حتى ولو كان نفى الضمان عن نفسه فلا يضمن، عفوا يضمن، لكن القول الآخر أنه لا، إن شرط نفيه أفاده هذا الشرط فلا ضمان عليه حينئذ. ولهذا استخدم المصنف قال ولو شرط نفيه على الأرجح. علاش على الأرجح؟ إشارة إلى أن القول الآخر قوي، كأن كلا القولين أيضا مشهور. هذا هو. قال لا غيره، ما معنى لا غيره؟ غير ما يغاب. لا أي غير ما يغاب، وضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه، حتى ولو شرطه صاحب المعير. ولو شرطه المعير، قال لا غيره، ولو شرطه ولو شرطه المعير. قال والقول له في التلف أم الضياع، القول لمن؟ المستعير. القول للمستعير في التلف أو الضياع، ولكن في ماذا؟ فيما يغاب عليه ولا فيما لا يغاب عليه؟ فيما لا يغاب، فيما لا يغاب عليه، ولكن معنى أنه نستصحب السلامة فيما لا يغاب عليه، ولم نستصحبها فيما يغاب عليه. هذا منطق الفقه، هذا منطق الاستدلال، الاستدلال منطق. هذا ماشي كيلعب، ماشي دلالي، هذا ماشي هذا العلماء، هذا الربانيون الذين كتبوا الفقه، ربانيون هماة هذه الشريعة فعلا. القول له في التلف أو الضياع إلا لقرينة كذبه، طبعا إذا وجدت قرينة تصرف الأصل إلى غيره. هذه شأن القرائن، القرائن درجات، والاستصحاب أصل هو حالة قابلة للتغير، الاستصحاب حيث لا مغير، إذا وجد مغير لا مكان للاستصحاب. الاستصحاب هو نعلم في حالة لا خيار، فإذا وجد مغير لا هنا ينتفي الاستصحاب تلقائيا. قال والقول له في التلف أو الضياع وحلف ما فرد، يحلف أنه لم يقع منه تفريط ولا تقصير. ثم قال وفي رد ما لم يضمن، أيضا القول له للمستعير في أنه قد رد ما لم يضمن، رد الشيء المعار لصاحبه. طبعا ما هو الذي رده لصاحبه؟ ما هو الشيء الذي لا يضمنه في الأصل؟ الشيء الذي لا يغاب، لا يغاب، الذي لا يغاب عليه. قال إلا لبينة مقصودة،
إلا لبينة المقصودة، هذه نسميها البينة الخاصة. البينة المقصودة، البينة الخاصة، البينة العامة، البينة الخاصة. البينة الخاصة، البينة المقصودة، قصدناها عند إنشاء التصرف أو إنشاء التعاقد. قال إلا لبينة المقصودة وفع، لأنها استحدثت عند التعاقد على هذا الأساس. ولكن قد لا نكون هناك توثيق، وقد لا تكون هناك بينة، ولكن نلجأ إلى قواعد بينة، قواعد عامة. قال وفعل المأذون ومثله لا أضر. قال وفعل ماذا؟ من فعل؟ مستعير. مستعير يفعل ماذا؟ قال وفعل المأذون، يعني يفعل الفعل المأذون له فيه ومثله، وأن يفعل مثله في الشيء، يعني الاستخدام أو استعمال الشيء المعار يكون حسب الاتفاق وحسب ما هو مأذون فيه. أنا قلت لك خذ هذه السيارة إعارة، ولكن السيارة تركب فيها، أنا حصلت معي، أنا عملت واحد سيارة أنا أسس فيها أربعة أشخاص، هو ركب فيها واحد مرة تسعة ديال هذا خرج على غير معدوم له لا في القانون ولا معدوم له في الاتفاق. أنا عملت سيارة أربعة أشخاص تسعة ديال الناس، فاش هذا حصل. قلت له إذا وقعت أي حاجة في السيارة إلى الآن فصاعدا وكان بسبب أنت راك تخلص كل شيء. وفعل المأذون ومثله يعني ما هو حتى ولو لم يأذن له، حتى ولو لم يتحدث معه في شيء، لكن يفعل ما هو مثل ما يفعله الناس عادة في مثل الشيء المعار. الاستخدام على سبيل، في وسط النبي لغة القانون، الاستعمال على سبيل العادة. استعمال وأي استعمال على غير سبيل العادة إذا لم يكن له قانون يسمونه التعسف في استعمال الحق. تعسف في استعمال الحق، إذا استعملته على وفق العادة هذا هو، إذا استخدمته على غير وفق العادة هل تعسف؟ ولكن إذا وجد قانون لا، هذا ليس تعسف، هذه جريمة قد تكون جرحة. القانون فيه هداية من الله، لكن كثير من القوانين غير مؤصلة تحتاج إلى ضبط، لكن فيه قوانين مقبولة ومنطقية، ولكن لا تستطيع أن تغربل القانون إلا إذا كانت عندك عقلية فقهية. كان عندنا القانون القدماء كانوا يفهمون الفقه ويفهمون القانون. أما الناس اللي قالوا القانون ديال هذا الوقت المحامون والقضاة، الناس على قد الحال، راه غير عدد منهم غير براش، لا يفهمون لا في الفقه ولا في القانون، نفسه ما فهمش القانون. آخر مرة واحد قال لي احنا في القانون تطورنا كثيرا، والفقه الإسلامي ما يزال متقوقعا، ما عرفش يهضر الهضرة ديال الأخوة. قلت له أعطيني مثال على أن القانونيين متقدمون. قال نحن نسمي الشركة شركة حتى وجد شخص واحد، وأنتم في الفقه الإسلامي ما تزال لا تسمون الشركة إلا إذا فيها شخصين فأكثر. قلت له بسيط الأمر، لأن الشريعة لا تكذب، الشركة يعني في جوج، لازم يكون في جوج، أما أنتم الكذبة عندكم غير معتبر فتسمون شركة مع أنها واحد، فنحن عندنا أخلاق. فسكت فبهيت الذي كفر. فهو ظن هذا تقدم، هذا كذب. تسميه الشركة بتعبير القانون، ولكن بتعبير الحقيقة ليس شركة، الشركة يعني في شركة مشروكين، جوج مشروكين. شخصين أو أكثر. صحيح. حسب الشركة. حتى نزل قوانين هكذا، لكن بعض القوانين ممكن تسميها شركة ولا أنا ديالي وحدي. غير باش ياخذوا الضريبة غير باش ينظموا ياخذوا المسائل الضريبية. فقلت له هذا هو الفرق. أليس كذلك؟ قال وفعل المأذون ومثله. كلمة مثل هذه مهمة في الفقه. كلما وجدنا شيء لم ينص عليه ولم نتفق عليه، في كل شيء نلجأ إلى المثل.
اللي هي اكثر عدلا، اكثر عدلا، وبها ننفي النزاع. قضية المثل وأجرة المثل وكذا وكل شيء، إلا في الزكاة. إلا في الزكاة في الأصل أنه العبرة بالقيمة السوقية، العبرة بالقيمة السوقية وفيها معنى المثل، لكن ليس دائما. طيب أنا أحيانا أنسى فأخرج عن الموضوع. فإن زاد ما تعطب به وعطبت، فإن زاد ما تعطب به وعطبت فله قيمتها قطعا. إن زاد قام بما لا ينبغي، وكان هذا أدى إلى عطب، إلى هلاك جزئي أو تلف جزئي، فلم تعد على حقيقتها، الشيء المعارض يعد على حقيقته. فهنا فله أي لربها قيمتها. أو كراؤه، أو كراؤه أي كراء الزائد عن الشيء المعار. فإن زاد ما تعطب به وعطبت فله قيمتها. أو كراؤه في حالة أنه كان استغلال مثلا أكثر مثلا، وهذا مهم في القوانين، مهم في القوانين. مثلا آخر عقد كنا نقوم بصياغتهم، مثلا أنا أشرت لك منزلا لمدة سنة، ولكن بعد سنة لم تخرج وبقيت لسبب من الأسباب، وأنا أقول لك أخرج، وأنا أقول لك أخرج، وأنا أخرج، وأنت تقول لي لا، أي سبب من الأسباب لم تخرج. المدة التي تبقى فيها هذه الزيادة، هل ندخلها في الكراء أم لا ندخلها في الكراء؟ ندخلها في الكراء، ولا بد من النص عليها. نفس الشيء في الإعارة، إذا أعطيتك إعارة مؤقتة لمدة شهر وبقيت عندك أكثر من شهر، هنا خالفت ماذا؟ خالفت الشرط المتفق عليه، فتنتقل العلاقة من إعارة إلى إجارة، إن الإعارة فيها نية ماذا؟ تبرع، ومدة من الزمن، فأنت إذا لقيت مدة أخرى فلا يجوز. وإلا فالكراء أي كراء الزائد، فلو تعينت، فالأكثر من الكراء، فلو تعينت يعني ضمير على من يعود؟ فلو تعينت الشيء، ولكن الشيء المعارض مذكر، ها؟ أو ممكن نقول الإعارة، إذا قلنا الإعارة مقصود بها الأصل الشيء المعار، فلو تعينت. قال فالأكثر من الكراء، ولكن هل الأكثر من الكراء، هل هذا الأكثر من الكراء يقابل ماذا؟ يقابل الأصل ولا يقابل الزائد؟ يقابل الزائد، لأن الأصل هو منفعة مؤقتة بدون عوض، الذي حصل هي الزيادة التي يقابلها شيء. وهذا منطق فقهي عجيب، إن لا يجوز في الفقه الإسلامي أن تكون هناك زيادة بدون أن يقابلها شيء، لأن إذا وجدت زيادة بدون أن يقابلها شيء فهذا ربا، فهذا هو ربا، هذا ظلم، فهذا ظلم. فلو تعينت فالأكثر من الكراء وقيمة العيب، يعني كأنها تعويض، وقيمة كأنها تعويض يلتزم به المستعير. أنا نشوفوا شحال الساعة؟ أربعة؟ ايه خلاص سالينا الليلة، سالينا الإعارة مزيان، لقيت لنا شي حاجة خفيفة، غنشوف نجيبوها ولا لا، إذا ولزمات المقيدة، ولزمات الاستعارة، ولزمات المقيدة لعملي، لغيره، وإلا فلا، وإن زعم أنه موصل لاستعارة المقيدة وتدفعه للتخوف، ولكن زينته وإن اعترف بالتعدي ضمن إن كان رشيدا وهو أن أخذها. أعتقد إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، فيكون قد انتهينا ما أتي كثير. أهم في هذه الأحكام هي هذه فقط، لأنه الشيخ يمشي فقط في التنفيذ والتفريع من أجل توضيح الأصل يعني. فمش حقرنا من المواضيع، مش حقرنا من المواضيع. تمام؟
خلينا ماذا القرض زيد الضمان الضمان إعارة والوديعة إعارة والإعارة ها؟ لازم نركز الآن حتى خليك معليش معليش ماشي مشكل صحيح.